من قبل السيد رئيس الجامعة الملكية المغربية للجمباز، وأنه في شهر 12 دجنب المقبل حظيت مدينة مراكش ومن خلالها الوطن ومن خلالها المملكة المغربية الشريفة تنظيم بطولة عربية في رياضة الجمباز، وهذا لن يتأتى بشكل بسهولة ولكن نتيجة مرافعة ومؤازرة من قبل الدول الشقيقة والصديقة، وهذا تيبعث على التفاؤل كذلك لأن أصبحنا اليوم نتوفر على بنيات رياضية من الجيل الجديد من المستوى الرفيع لاستقبال واحتضان مختلف الأنشطة في مختلف الرياضات وأخص بالتشجيع رياضة الجمباز. شكرا. شكرا.